أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها، المقاومة تضرب الاحتلال في شرق رفح وتشتبك معه في حي الزيتون. كيف تكابر إسرائيل أمام واقع وجود المقاومة من شمالي القطاع إلى جنوبه؟ مسابقة يوروفيجن تشهد تحركات مناهضة للاحتلال في المسرح وعلى الشاشات. كيف يمكن أن يتطور ذلك؟ ضجيج الحرب وصراخ الساسة لا يغيبان خسائر الاحتلال الاقتصادية بفعل عدوانه. كيف يتضرر الاقتصاد الإسرائيلي مع ارتفاع فاتورة المعركة؟ العدوان يقضي على أكثر من نصف المرافق المائية لغزة. أي تبعات يعيشها سكان القطاع اليوم وتنتظر مستقبلهم؟ حدث قاس، حدث صعب جدا. تلك أبرز مصطلحات الإعلام الإسرائيلي في كل معركة تخاض مع المقاومة في جزء من قطاع غزة. شرق رفح ليس خارجا عن هذا المشهد، فهناك تكثفت عمليات المقاومة وتكثفت خسائر جيش الاحتلال، وفعلا كانت الأحداث قاسية وصعبة على جنوده. ليس شرقها فحسب بل كلها. رفح ليست خارجة عن معادلة المقاومة الموجودة أينما استدعى الوضع الميداني وجودها، من شمالي القطاع إلى جنوبه. والقتلى الأربعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون أخيرا شهود على ذلك، وكذلك الصواريخ التي ما زالت تنطلق من شمالي القطاع ووسطه نحو مستوطنات غيلا في غزة. هل هي مكابرة من الاحتلال أم سوء التقدير؟ أم شيء ثالث من عائلة العبث السياسي الذي تواصله حكومة نتنياهو؟ فحيثما يقول الاحتلال إنه سيطر تظهر المقاومة، وحيثما يقول إنه في الطريق إلى إنهائها يجد في وجهه تكتيكات جديدة تدل على أنها استعدت جيدا وطويلا لمعركة المدن والشوارع والأنفاق. هكذا وكما في كل فترة من هذه الحرب تقول نخب الاحتلال ومتقاعدوه ما لا يستطيع الرسميون قوله. فاليوم وإذا ما قورنت معطيات الميدان من رفح وجبهات الإسناد بمعطيات السياسة تفاوضيا وإقليميا ودوليا، يصح ما عنون به البروفيسور في العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا رئيس مركز حيفا للبحوث الاستراتيجية سابقا في ديفيس في مقاله في هآرتس: مناورة تافهة تستحق التقدير، هكذا منين بالهزيمة الكبرى في تاريخ إسرائيل. أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين اثنين. أولا، ما هي دلالات كثافة عمليات المقاومة ونوعيتها أخيرا في شرق رفح؟ ثانيا، أمام حصيلة قتلاه في جنوبي القطاع وشماله بيوم واحد، هل يراجع الاحتلال مكابرته السياسية؟ سنجيب عن هذين السؤالين وغيرهما من الأسئلة مع ضيف المشهد الساخن الدكتور تيسير الخطيب الكاتب والخبير في الشؤون السياسية. مرحبا بك دكتور. يعني انطلاقا من سؤالي المقدمة، نسأل عن المؤشرات التي قد تعطيها عمليات المقاومة التكتيكية المؤثرة جدا في منطلق جبهة رفح، الاجتياح المرتقب كما يقول الإسرائيليون. نتحدث عن عمليات مركبة وبأهداف أو إشارات لعلها وصلت من المقاومة إلى من يجب أن تصلهم هذه الرسائل؟ يعني لنا أن نتصور أن هذه الحرب التي تمتد الآن إلى شهرها السابع، منطقة صغيرة، مقاومة تمتلك قدرات عسكرية محدودة مهما كانت ومهما أنجزت فهي قدرات عسكرية محدودة، أمام جيش مدجج بجميع أنواع الأسلحة، يأتيه المدد التسليحي والمدد السياسي في كل يوم وعلى مدار الساعة. ومع ذلك هذه المقاومة تخوض حرب من 7 شهور وتستمر في تكبيد العدو الخسائر على الرغم من كل المواجع التي تقع والآلام الذي يعني تسبب فيها هذا العدو. يعني نتخيل مثلا الحروب اللي كانت في الماضي، مثلا حرب 1967، حرب 1973، حروب كانت تمتد لأيام فقط وتحسم فيها نتيجة الحرب بشكل أو بآخر. هذه حرب تبدو يعني أشبه بالمعجزة أن يكون هناك مقاومين قادرين على الاستمرار. طبعا العدو الصهيوني يقول بأنه
يعني يتبقى من المقاومة إلا 4 فرق عسكرية. ولكن كما أشرتم في التقرير أن المتقاعدين والمسؤولين السابقين يقولون الحقيقة بشكل أكبر وبدون قيود، بأنه ما زالت 24 فرقة عسكرية تابعة للمقاومة تعمل في مدينة غزة، تعمل في المنطقة الوسطى، تعمل في خان يونس، تعمل في رفح. ولكن لماذا يصر العدو على الاستمرار في هذه الحرب؟ ولماذا يكابر؟ لأنه لا يملك أي خطة غير الاستمرار في هذه الحرب، على مستوى التركيبة السياسية وعلى مستوى التركيبة العسكرية وعلى مستوى الافتراض الراسخ لدى العدو الصهيوني بأن هذه حرب مصيرية بالنسبة له. أما هذه الحرب التي يخوضها الفلسطينيون من الجانب الآخر فهي أكبر من أن تكون حرب لها علاقة بغزة وفلسطين بصراحة. هي حرب يشنها الاستكبار الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على عموم الشرق. ومن أجل ذلك فهذه الحرب حرب كبيرة وحرب ضخمة جدا. سأدخل في هذا التفصيل تحديدا فيما بعد عرضنا، لأنه في نقاط حساسة يجب أن التطرق إليها، انطلاقا من رفح ومسألة اليوم التالي، لأنه على ما يبدو وصلت الأمور إلى أفق مسدود بالنسبة لهم. ما بعد رفح لا يملكون جوابا حيالها. يعني اليوم هل يمكن، وانطلاقا مما كنت تفضلت به من بداية حديثك، للإسرائيلي أن يراجع حساباته أمام حصيلة قتلاه وجودة ونوعية عمليات المقاومة اليوم وتقدمها تكتيكيا وحتى استخباريا وعسكريا، أن يراجع حساباته على حساب المكابرة التي يتظاهر فيها سواء أمام الداخل الإسرائيلي أم على المسرح الدولي؟ لابد أن نفرق بين ما يعلنه العدو في تصريحاته وما يقدره، وما يعلنه وما يعني يتكلم فيه المسؤولين عن هذه الحرب، وبين الواقع الحقيقي لهذه الحرب. الواقع الحقيقي لهذه الحرب أثبتت يعني كثير من مراحل هذه الحرب، أنه الحرب هذه فقد العدو السيطرة على هذه الحرب منذ فترة طويلة. ما معنى فقد السيطرة؟ أنه لم يعد قادرا على تحقيق أي إنجازات عسكرية وأمنية. حقق إنجازات في قتل الشعب الفلسطيني وهو أحد أهداف الحرب، وإيقاع هذا العدد الكبير جدا من القتلى والتدمير وما إلى ذلك. إذن هذه الحرب العدو فقد السيطرة عليها منذ فترة. الآن في الأسابيع الأخيرة نستطيع أن نقول بأن هذه الحرب وصلت إلى الطريق المسدود، يعني بمعنى أي إنجاز متوقع من هذه الحرب. ستبقى عمليات المقاومة، ستبقى الخسائر في صفوف العدو الصهيوني، الشعب الفلسطيني يدفع الثمن نعم، ولكن لا يرفع الراية البيضاء، لأنه هذه أيضا معركة يعني في تصور الشعب الفلسطيني وفي تصور قوى المقاومة في المنطقة أنها معركة مصيرية، وأنه العدو يجب أن لا ينتصر في هذه الحرب، يجب أن لا يحقق أهدافه في هذه الحرب. الأهداف التي وضعها العدو الصهيوني كانت أهداف متحركة وتختلف فيها الأولويات من فترة لفترة. الأولوية كانت تدمير المقاومة، تحرير الأسرى، حتى مشروع الترانسفير من أساسه مشروع التهجير كمان، مشروع التهجير صحيح. الآن مثلا مشروع التهجير تم إحباطه إلى حد يعني حتى الآن، يعني مشروع القضاء على المقاومة غير ممكن، بمعنى أنه العدو الصهيوني عندما يتفاوض مع من يتفاوض؟ يتفاوض مع المقاومة، إذا المقاومة موجودة صحيح. إحنا أمام حرب كل الدلائل تشير بأنها يجب أن تقف، وأن العدو الصهيوني غير قادر على تحقيق أي إنجازات إضافية. اليوم المقاومة في رفح تحديدا بعد إنجازات خان يونس والزيتون والعديد من المساحات القتالية التي خاض فيها المقاومون على اختلاف الفصائل يتقدمهم طبيعة الحال القسام، خاضت معارك ضارية أثبتت للإسرائيلي نجاعة التكتيك العسكري المتبع في حروب اللا تناظرية أمام أعتى نعم جيش صحيح. في المنطقة. لكن رفح ما الذي تمثله اليوم من وجهة نظر المقاومة هذه المرة، ليس فقط من وجهة نظر إسرائيلية أمريكية؟ هل هي مساحة لجم جديدة للإسرائيلي تؤثر بحد بطريقة ما على طاولة المفاوضات، أم أنها يعني عنوان جديد للانتكاسة الإسرائيلية ستنتظر؟ لنتذكر أنه العدو الصهيوني بعد
فشله في تحقيق الأهداف اللي ذكرناها منذ قليل، الترانسفير صحيح، القضاء على المقاومة، تحرير الأسرى، وضع كل جهده في يعني شأن في أمر يعني أقرب إلى الدعائية منه إلى تحديد أهداف استراتيجية حقيقية لهذه الحرب. وضع كل جهده أن يقول بأنه رفح هي المعركة الكبرى، وأنه إن استطاع أن يعني يشن عملياته العسكرية في رفح يستطيع أن يقضي على المقاومة، علما بأن المقاومة ما زالت موجودة في غزة، يعني حي الزيتون موجود في مدينة غزة، المقاومة ما زالت موجودة في خان يونس وفي المنطقة الوسطى، في مواقع كثيرة في مدينة غزة بالمناسبة، اللي هو أعلن أنه انتهى من العمل العسكري فيها. إذن العدو غير قادر على أنه ينجز الهدف، وعندما يعلن أن الهدف رفح، رفح عصية على العدو الصهيوني، يعني حتى ما قام به من عمل عسكري ميداني هو في المنطقة الحدودية في رفح. بقية رفح يقوم بعملية ترويع وقتل وقصف بالطيران، ولكنه لا يستطيع أن يدخل رفح، يعني ما زالت الأحياء اللي موجودة في رفح خارج المنطقة المتاخمة للحدود المصرية ما زالت مناطق غير قادر ولا يستطيع أيضا في المستقبل أن يدخلها، إلا إذا شاء أن يرتكب مجازر كبيرة جدا قد تكون وفي أيام قليلة على صعيد الضحايا أكبر من كل ما قام به من مجازر، واللي هو بيقوم في اليوم بثلاث أربع مجازر مرة، بيقوم بعشر مجازر في اليوم الواحد. إذن نحن أمام معادلة صعبة. الآن المقاومة تقود الحرب الميدانية على الأرض وتقود أيضا الحرب السياسية، وأنا أريد أن أتكلم عن الجانب السياسي. من الذي يفرض الشروط؟ كل المنطق اللي احنا بنسمعه عن هذا التفاوض أن المقاومة وضعت شروط وأنها لا تتنازل عن هذه الشروط، وإن أبدت المقاومة بعض المرونة في التفاوض فهي مرونة يعني لا تمس بالشروط الأساسية، جوهر اتفاق الإطار إذا صح التعبير. نعم صحيح. طب بالحديث عن البيئة الشعبية الحاضنة اليوم المحصورة أصلا والمعزولة في كانتون رفح صغير، يريد الإسرائيلي والأمريكي من خلال هذه البيئة الشعبية المسجونة إذا صح التعبير في رفح أن يشكل عامل ضغط على المقاومة. سنتوسع في هذه النقطة مع تداعياتها بوجهة سياسية من وجهة نظر أمريكية تحديدا هذه المرة بعد هذا العرض، لأنه رغم العدوان الواضح على رفح كان قال الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لم تتجاوز خطه الأحمر، وسنسأل في هذا الجانب أيضا دكتور، لأنها لم تدخل إلى المربعات المدنية. لكن إذا ما استعرضنا معكم سادة المشاهدين في هذا العرض يعني الثقل المدني بشريا وكمنشآت في شرق رفح، يمكن لنا أن نجد واشنطن تناقض نفسها بقوة. مثلا في شرق رفح يعيش أكثر من 100,000 مدني، معظمهم غادرها بفعل القصف الإسرائيلي. في شرق رفح يقع مستشفى أبو يوسف النجار كما هو واضح هنا على الخريطة، وهو من أبرز المرافق المدنية في قطاع غزة. أيضا في شرق رفح توجد مخيمات نزوح أيضا واضحة المعالم، وهي بالنسبة للإسرائيلي أيضا واضحة. والأهم من كل ذلك في شرق رفح والمعبر الرئيس مع مصر، وهو معبر رفح، حيث يدخل ويخرج منه كل ما يتعلق بشؤون المدنية في القطاع. من هذا المعبر المدني تدخل أجزاء كبيرة من المساعدات إلى غزة، سواء كانت وقودا، غذاء، مستلزمات طبية، وليس خافيا أن أغلاقه كما يفعل الاحتلال اليوم يجعل المشافي مثلا في وضع حرج جدا. لماذا؟ لأنه شريان عبور السولار اللازم لتأمين الكهرباء للمستشفيات وتجهيزاتها، ولأنه الطريق الوحيد الذي يعبر منه الجرحى للعلاج خارج غزة. هؤلاء الجرحى يموت يوميا عدد منهم نتيجة إغلاق الاحتلال هذا المعبر. أخيرا، منع الاحتلال 400 شاحنة مساعدات من دخول المعبر وأكثر من 159 مريضا من مغادرته. لذلك فإن المدنيين هم أكثر من تأثر بعدوان شرق رفح، ينتظرهم الموت بالمرض إن لم يكن بنيران الاحتلال. كشوفات أسماء الجرحى تنقص يوميا بفعل وفاة من لا يستطيع التحمل حتى يعبر نحو العلاج. كشوفات الأموات أمام تزايد بسبب الخطر الذي يتعرض له مرضى الكلى والسرطان مثلا. فمرضى الكلى خسروا علاجهم بعد العدوان في شرق رفح نتيجة إغلاق مركز غسيل الكلى في القطاع.
أما مرضى السرطان فمحجوبون عن العلاج في الخارج، وهذا يعني خطر الموت المحتم. عن أي مربعات مدنية تتحدث واشنطن إذن؟ هذا ما أسألك عنه دكتور، يعني بحسب ما تابعنا في هذا العرض وكل هذه المؤشرات والمعطيات التي تدلل على أن هناك ثقل مدني في شرق رفح، إذن عن أي مربعات مدنية تتحدث واشنطن؟ وهل هذه ذريعة لكي تتمكن من معبر رفح بشخصها وليس عبر الإسرائيلي، فتصبح بذلك تسيطر على معبر رفح والميناء العام الذي قد يتحول إلى ميناء ثابت؟ أولا يجب أن لا نصدق المواقف الأمريكية إطلاقا. يعني أنا سمعت بالأمس كلمة للرئيس بايدن يتحدث فيها عن أنه إحنا سنمنع الأسلحة والكلام اللي كلنا بنسمعه، وفي الآخر عنها دفعة جديدة وفي الآخر وفي آخر الكلمة يقول وإحنا لم يثبت لدينا بأن هنالك تعمد إسرائيلي لقتل المدنيين. إذن نحن يجب أن ننتبه للخديعة الأمريكية ولا نثق إطلاقا بما يقوله الأمريكيون أو المواقف التي يعلنوها في عن موضوع يعني خلاف موجود بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وكما قلت سابقا أن المعركة أكبر من غزة. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن القضاء على المقاومة في فلسطين ومن ثم في المقاومات اللي موجودة في المنطقة في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن هو هدف استراتيجي، لأنه لأول مرة تستطيع قوة موجودة في المنطقة تواجه هذا العدوان الأمريكي المستمر. ومن أجل ذلك يقول بأنه إذا نجحت هذه القوة في هزيمة الكيان الصهيوني معناها تحررت المنطقة، نفوذ الغرب سينتهي في المنطقة. تجرأت عليه بداية لأنه كل المراحل التي كان فيها اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية أو اشتباك مع العدو الصهيوني حققت المقاومات في هذه المنطقة يعني مكاسب استراتيجية عجزت عنها جيوش الدول في الماضي. إذن الآن هم يقولوا بأنه هذه المعركة الفاصلة، ومن أجل ذلك عندما يتحدث بايدن أو إدارته عن موضوع أنه إحنا حنمنع أنواع معينة من الأسلحة، هذا كله الاستهلاك الكاذب وللمواقف السياسية اللي لها علاقة بالوضع الداخلي في أمريكا وبالانتخابات الأمريكية. ولكن ما زالت الأسلحة الأمريكية تذهب كل يوم، ما زالت أسلحة بريطانية تأتي عن طريق من القواعد العسكرية البريطانية في قبرص وهي صحيح. قريبة جدا، ما زالت الأسلحة تأتي من القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية كل ادعاءاتها ادعاءات كاذبة. وأنا بشوف بعض الناس المراقبين عندما يتحدثوا ويحللوا بالخلاف الأمريكي الإسرائيلي وأنه هذا الخلاف قد يؤدي إلى إيقاف الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تحقيق الأهداف التي يعلنها نتنياهو وتعلنها يعني بعض الشخصيات في الكيان الصهيوني أكثر يمكن من الكيان الصهيوني نفسه. يجب أن نوضح هذه الحقيقة، ويجب أن لا ننخدع، ويجب أن لا نبني تحليلنا السياسي وتقييمنا وتقدير موقفنا بناء على هذا الذي نسمعه من مؤتمرات صحفية أمريكية، من تصريحات لوزير الخارجية أو وزير الدفاع الأمريكي أو بايدن نفسه. المعركة هي في غزة، ولكن هذه المعركة يراد منها القضاء على بؤرة المقاومة اللي هي فلسطين ثم الانتقال لمناطق أخرى. وهذا ما يجب أن يفهمه العالم، يعني أنه القصة بدأت صحيح في غزة ولكنها الآن صارت أكبر من غزة، وهي معركة على مستوى هذه الجغرافيا العربية والإسلامية. هل تنحصر يعني واجهة أو هذه المواجهة بأساليبها المباشرة فقط بالميدان العسكري، أم أن هناك معركة بالتوازي سياسية ودبلوماسية وحتى ثقافية طبعاً. يعني في مجلس الجمعية العمومية للأمم المتحدة تصويت 143 صوت مؤخرا، وأيضا يعني هناك حديث عن قرب الاتفاق الأمريكي السعودي مع ما قد يترتب عليه، اتفاقية ثنائية دفاعية ومشروع سعودي طموح نووي، ويعني إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل
إسرائيل واحتضانها ضمن المنطقة بما يبعد شبح الحرب؟ هو الحقيقة أنه في خطة، يعني موضوع التطبيع، يعني هو التطبيع يعني ممكن نعطي له تعريف بسيط جدا. التطبيع هو إظهار العلاقات من السر إلى العلن، لأنه العلاقات موجودة وهنالك علاقات بين الكيان الصهيوني وبين دول عربية كثيرة لا مجال للتفصيل، دول لا توجد يعني أي علاقات رسمية، ولكن في علاقات، في تنسيق، لأنه هذا العالم متشابك في المصالح، والولايات المتحدة الأمريكية لها دور وتأثير. ما يطالب به الإسرائيليون دوما هو الخروج من العلاقات السرية والعلاقات غير الظاهرة إلى العلاقات الظاهرة، وهذا هو التطبيع. يعني أما العلاقات موجودة طبعا. الآن تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على تطبيع وضع الكيان الصهيوني، وبالمناسبة في المستقبل سيتكلموا بأن هذه الحرب لم تكن حرب الكيان الصهيوني، وإنما كانت حرب نتنياهو، ونتنياهو خرج، لأنه سيخرج نتنياهو يعني بأي حال من الأحوال. ولكن لا، الآن يجب أن نؤكد دائما وأن نركز دائما بأنه لا، هذه حرب أمريكا والكيان الصهيوني وليست حرب نتنياهو. حتى الدول الأوروبية الكبرى أيضا، والدول الأوروبية، تصور أنه بعض التقارير التي كشفت يعني بدون ما 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 يعني مع الحرص على إخفائها، أنه في 3500 فرنسي يقاتلوا في داخل قطاع غزة. صحيح. مع الجيش الإسرائيلي، وأن هنالك كل القدرات الاستخباراتية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وطبعا أي عمل عسكري ميداني يحتاج إلى قدرات استخباراتية. صحيح. على الرغم من كل القدرات الاستخباراتية التي مدت بها إسرائيل، إلا أن هنالك قدرات استخباراتية إضافية والأسلحة وكل شيء. يعني إحنا عندما نقول أن المواجهة الآن بين الكيان الصهيوني والفلسطيني، لا، هي أبعد من ذلك. صحيح. مواجهة كبرى وأهدافها أكبر من كل التفاصيل اللي احنا بنشوفها او بنسمع فيها او بنتصورها. كاتب والخبير بالشؤون السياسية الدكتور تيسير الخطيب، شكرا جزيلا لك، شاركتنا المشهد الساخن. لم يكن في بال أكثر المتشائمين في كيان الاحتلال أن تصل الاعتراضات العالمية على الإبادة إلى مسابقة يوروفيجن الأوروبية، لكن ذلك حصل ويحصل. ففي السويد حيث تقام الاحتفالات النهائية، قطع الجمهور المشارك مطربة إسرائيلية، وأكثر من ذلك على الشاشة قطع التلفزيون البلجيكي إرساله من الاحتفال لبث مقطع تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة. ما أهمية هذه الأحداث في يوروفيجن؟ ماذا تعني على مختلف المستويات بالنسبة إلى الاحتلال والقضية الفلسطينية؟ تجيبنا عن هذه الأسئلة الناشطة الفلسطينية والطالبة في جامعة ستوكهولم صابرين الهسي. مرحبا بك صابرين، تشاركينا من مالمو في السويد. اليوم ما هي أبعاد هذه الخطوة التي جرت في يوروفيجن؟ يعني حفل موسيقي لعلها شريحة يعني بعيدة بمزاجها في على مستوى الرأي العام وعلى مستوى ما تتابع يوميا من السياسة وما يجري لعله في فلسطين، لكن أن تخرج هذه الشريحة تحديدا وهذا التنظيم لهذا الحدث بهذا القرار لهو فعلا صادم بالنسبة للإسرائيلي. يا أكيد، نحن أنا هلا بتواجد في ملا، وفعلا كثير حسينا كمان أنه الشرطة السودية كثير عاملة، بتقولك أنه هن كثير بحاولوا أنه سكتونا، وبحاولوا أنه ما نورجي نشاطنا وما نعمل مظاهرات قد ما كان نكون يعني. فهي هن أكيد مظلومين، بس كمان مظلومين بفكرة أنه كتير عالم بتناشط وراحت على المبارح، كانت مظاهرة فوق 30 أو 40 ألف شخص كان بهاي المظاهرة، وبس بالجرائد هون بالسويد كتبوا بس أنه 15 ألف. فمن هيك
ما الذي تعنيه على المستويات كافة هذه الحركة التي جرت في يوروفيجن؟ يعني على مستوى الاحتلال والقضية الفلسطينية، دعم القضية، دعم ومناصرة غزة، يعني مناهضة هذه الإبادة الجماعية وإطلاق الصرخة بوجهها من هكذا مسرح قاري وحتى دولي، ليس فقط محصورا في أوروبا، إنما بطبيعته وآثاره اليوروفيجن يعني متوسع على الآفاق. نحن فكرتنا الناشطين هم بالسويد أنه أول شيء ليش إسرائيل أصلا تشارك، لأن إسرائيل مش دولة أوروبية ولا إلها في أوروبا. أول شيء. ثاني شيء أنه كمان الإبادة الجماعية اللي بتصير، السويد طولها كانت دولة لحقوق الإنسان، وأنه تشارك إسرائيل وبنفس الوقت تشارك تغني هون بالسويد وبنفس الوقت قتل بشعبنا برفح وبغزة، هذا نحن مش راضيين عليه. أنا بحكي عن كل شعب، يعني كل شعب السويد ما راضيين عليه هذا الشيء. هل هذا القرار أو هذه يعني الحركة التي قامت بها تلك الجماهير وهذا البث التلفزيوني في بلجيكا لقطع مشاركة المغنية الإسرائيلية قام به فقط أناس من أصول عربية منضوون في لوبيات تخدم القضية الفلسطينية، أم أنه من أطياف متوسعة وهنا كان مربط الفرس بالنسبة للإسرائيلي؟ لو سمحت ما سمعت السؤال. يعني كنت أسألك هل من شاركوا في هذا الاعتراض وفي رفع الصوت هم من أبناء الجاليات العربية الأصل أم أنه من مختلف الأطياف؟ لا، أكيد من مختلف الأطياف. يعني في كثير فلسطينية، لا أنا فلسطينية من غزة مثلا بس مولودة بالسويد. نعم. في كثير عائلات فلسطينية مقيمين بالسويد عم بيشاركوا، بس كمان كثير من مثلا إسبانيا أصلهم، في كتير كمان أصلهم السويديين مش بس عرب أو بس فلسطينيين. اليوم كيف تنعكس هذه الحادثة في المشهد العام داخل السويد، داخل أوروبا، داخل بلجيكا والعديد من الدول الأوروبية، حيث يعني الحكومات الرسمية هناك تمضي بالسياسة الإسرائيلية والأمريكية بشكل عام وتواجه يعني رأي عام مخالف اليوم من خلال كل هذه الاعتراضات وكل هذه الفعاليات وكل هذه التظاهرات التي نشهدها؟ ما فهمت عليك. يعني إلى أي مدى اليوم يعارض الشارع في العديد من الدول الأوروبية قرارات حكومات بلادهم؟ أنا ما فينا أحكي عن دولة ثانية لأن ما أعرف، بس فينا أحكي عن السويد. والشعب هون السويدي بيطلع مظاهرات كل يوم وبيطلع بنعمل نشاطات عشان ورجي إنه الحكومة ما مش إحنا الحكومة، ومنحاول كمان نضغط على الحكومة السعودية إنها تضغط على إسرائيل إنه يوقفوا الإبادة ويطردوا إسرائيل من اليوروفيشن أو من السويد كلها. ما بدنا إياهم بالسويد. هل صدى هذه الصرخة سيصل إلى إدارة يوروفيشن وبالتالي سيكون هناك ضغط عليها لإقصاء الإسرائيليين من المشاركة فيها؟ هي وصلت وكثير كثير عالم قاطعوا يوروفيشن. نحن بنشتغل على هذا الشيء انه العالم تقطع يوروفيشن، بنشتغل عليه قبل 3 شهور مش هلا نحن بنشتغل على المظاهرات والشوارع، بس قبل هيك كنا نشتغل ونحكي للعالم قاطعوا يوروفيشن لانه اسرائيل رح تكون فيها، واسرائيل بتقتل بشعبنا الفلسطيني، وهذا يعني شفنا النتيجه منها هلا بالشوارع بملله. ما بنشوف ناشطين يوروفيشن، ما بنشوف العالم اللي بتشوفهم كلهم مع الشعب الفلسطيني وكلهم بالشوارع وبيصرخوا عشان يوقفوا هذا الجنان اللي بيصير بغزة. شكرا لك صابرين الهسي، الناشطة الفلسطينية والطالبة في جامعة ستوكهولم، شاركتنا المشهد السياسي من مالمو.
مشهد اليوم من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي شهدت تصويتا كاسحا على طلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية. القرار الذي ينص على وجوب انضمام الفلسطينيين إلى الجمعية العامة ومنحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب حصل على تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت. فاصل قصير نواصل بعده المشهد. من جديد أهلا بكم. ضجيج الحرب والصراخ السياسي الإسرائيلي لا يحجبان الأضرار التي تتراكم في الاقتصاد الإسرائيلي بفعل فاتورة الحرب المباشرة وفاتورتها غير المباشرة. على الرغم من قوته، الاقتصاد الإسرائيلي يدخل مراحل من الضعف الذي يسهل على الخبراء تشخيصها. ماذا في التفاصيل؟ ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير بالاقتصاد والأسواق المالية دكتور عماد عكوش. مرحبا بك دكتور. يعني لعله الحديث في تفاصيل، تفضل. طوفان الأقصى كان يستحوذ عليه البعد الميداني القتالي، لأنه هناك بعد اقتصادي جدا خطير بالنسبة للإسرائيلي. يعني إذا ما تبحثنا مع حضرتك في تفاصيله لربما نتكشف بعض الجوانب التي يمكن ضربها، انطلقت لعله العملية ضرب الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي إفراغه من أصل وجوده في المنطقة ومن أصل دوره الوظيفي. بالأكلاف المباشرة وغير المباشرة، ما الذي تتكبد إسرائيل اليوم؟ اليوم طبعا لابد لنا أن نتحدث عن الأسس التي قام عليها الاقتصاد الإسرائيلي خاصة بعد العام 1991. هذا الاقتصاد بني على عدة أسس، منها أولا أنه كان يهدف إلى تحويل نفسه إلى وادي سيليكون، على يعني شبيه بوادي سيليكون كاليفورنيا وتايوان. هذا الأساس ضرب عندما بدأت الشركات الكبرى، يعني نتحدث عن انتل، نتحدث عن فيديا، بدأت يعني بالتراجع عن الاستثمارات الكبيرة التي كانت تخطط لها في هذا الكيان، وبعد هجرة الأدمغة من هذا الكيان وإقفال الكثير من الشركات التي تتعاطى في الهاي تك في الكيان الإسرائيلي. وهنا أود أن أذكر طبعا أن أكثر من نصف صادرات الكيان الإسرائيلي هي في الهاي تك، يعني نحن نتحدث عن حوالي 85 مليار دولار سنويا. الأساس الثاني هو بناء لنفسها مركز، أو أن تكون مركز ترانزيت للمنطقة وللاتحاد الأوروبي. وطبعا كان لديها خطة عبر تحويل نفسها من خلال إنشاء قناة بن غوريون، ومن خلال إنشاء سكة الحديد التي تربط جبل علي بميناء حيفا. هذه أيضا، هذا الأساس أيضا ضرب عندما بدأت عملية طوفان غزة. يعني حتى ولو أرادت الحكومات العربية أن تنفذ هذا الموضوع أو هذا الأساس، فإن الشعوب العربية سترفضه. أيضا هناك أساس هو أن تحول نفسها إلى سوق مالي للمنطقة. هذا السوق ضرب أيضا من خلال تراجع الكثير من الشركات
عن الاستثمار في الكيان الإسرائيلي، وبعد تصنيف الوكالات يعني شاهدنا أيضا مثلا مودس كيف أعاد تصنيف المركز الائتماني أو تصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي من A1 إلى A2، وتصنيف خمسة مصارف إسرائيلية كبرى أيضا إعادة تصنيفها بشكل سلبي. هذا الدور أيضا خسرته من خلال ضرب هذا الأساس. يعني هناك عدة أسس كما قلت تم ضرب هذه الأسس، وبالتالي خسرت إسرائيل الكثير عبر ضرب هذه الأسس، وتراجعت في أدائها الاقتصادي. أما بالنسبة للخسائر، طبعا الخسائر كبيرة من الناحية أو المباشرة وغير المباشرة، يعني في كل القطاعات تقريبا ضربت في الكيان الإسرائيلي، ابتداء من القطاع السياحي. يعني إسرائيل كانت تتلقى حوالي 3 مليون إلى 4 مليون سائح في السنة. يعني إذا ما تحدثنا فقط عن شمال فلسطين المحتلة، هناك حوالي 1.5 مليون سائح كانوا يأتون إلى شمال فلسطين المحتلة، منهم 400 ألف إلى جبل حرمون للتزلج. هذا الواقع السياحي وهذا القطاع السياحي ضرب بشكل كامل تقريبا. الواقع الزراعي أيضا والقطاع الزراعي ضرب بشكل كبير، يعني بنسبة تزيد عن 80%، خاصة أن المناطق المستهدفة أو المناطق التي تشهد المعارك هي المناطق الزراعية بالدرجة الأولى. نتحدث طبعا عن غلاف غزة، نتحدث عن شمال فلسطين، كيبوتسات صناعية زراعية ومستوطنات الشمال عبر السياحة صحيح. الزراعية صحيح. وبالتالي هذا يعني فهي تنتج، يعني هذه المناطق تنتج حوالي 80% من لحوم الدواجن مثلا، تنتج أكثر من 95% من التفاح، تشكل سلة غذائية هذه المنطقة. هي المنطقة للكيان. طبعا هي عبارة عن سلة غذائية للكيان الإسرائيلي. هذه السلة ضربت بشكل كبير. أيضا كما تحدثنا أيضا عن شركات الهايتك وتراجع أدائها وتراجع تصديرها، يعني الصادرات الإسرائيلية تراجعت بنسبة كبيرة خلال عام 2023. أداء الاقتصاد الإسرائيلي على مستوى الناتج القومي أيضا تراجع وبنسبة كبيرة، حصل انكماج خلال الفصل الرابع من عام 2023 بنسبة تزيد عن 19%. ويتوقع أن يكون هناك انكماش بالاقتصاد الكلي خلال سنة عام 2023 بحدود 3%، ويتوقع أن يكون هناك انكماش خلال 2024 بحدود 6%. يعني هذه التراجعات في أداء الاقتصادي يعني تبين بشكل واضح تراجع الاقتصاد الإسرائيلي والخسائر التي يتكبدها. أهمية طوفان الأقصى، هل في أنه حقق هذه الأرقام الاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي فقط في زمن الحرب، أم أنه أسس لمخاوف وبالتالي هجرة رؤوس الأموال والمستثمرين وأرجع البيئة التحتية الصناعية الزراعية وبرمته الاقتصاد الإسرائيلي إلى الخلف، نتيجة أنه الكيان بات بقعة أو نقطة غير جاذبة؟ يعني بخسارته لهذه الأسس كلها طبعا، ومن ضمنها أنه يمكن أن أو كانت تحاول إسرائيل أن تبدو أو أن تصبح كمركز استثماري عالمي من خلال جذب استثمارات للشركات الكبرى وخاصة شركات الهايتك. هذا الموضوع طبعا ساهم فيه طوفان غزة بشكل كبير. يعني اليوم نتحدث عن هجرة معاكسة بدل أن نتحدث عن جذب لرؤوس أموال أو عن جذب لأدمغة. اليوم هناك هجرة للأدمغة، هناك هجرة للشركات الكبرى، وهناك تراجع كبير في الاستثمارات. يعني نتحدث عن خروج استثمارات تزيد عن 60 مليار دولار خلال فترة طوفان غزة. طب ماذا عن يعني سمول بزنس والميد بزنس بالنسبة للشاب الإسرائيلي، بالنسبة لأي مستثمر قد يرى في الكيان الإسرائيلي مساحة استثمارية واعدة؟ هذا أيضا لعله جانب مؤثر في يعني العقلية. بالموضوع الاستثمار هناك عاملين أساسيين وأيضا تعتمد عليهم إسرائيل بشكل كبير، هو عامل الاستقرار السياسي وعامل الاستقرار الأمني. في الواقع اليوم هذين العاملين خسرتهما إسرائيل، وبالتالي اليوم من يفكر بأي استثمار سواء على المستوى السمول بزنس أو الميد بزنس لابد أن يفكر بالتكلفة وأن يضع بادجت لموضوع الكلفة. حتى المخاطر اليوم طبعا لابد من دراسة المخاطر، وهذه المخاطر ستنعكس بطبيعة الحال على التكلفة وخاصة على أسعار الفوائد بعد إعادة تصنيف المصارف وبعد إعادة تصنيف الكيان الإسرائيلي الائتماني. اليوم أسعار الفوائد، اليوم إسرائيل تضطر أن تستدين من الأسواق المالية وبأسعار جدا مرتفعة، خاصة بعد العجز الذي حصل بموازنة عام 2023. يعني نتحدث عن أكثر من 30 مليار دولار عجز في موازنة 2023. يعني
يعني كان متوقع أن تكون 6.8%، بينما هي فعليا وصلت إلى حدود 7%، ويمكن أن يكون أيضا هناك نفس النسبة خلال عام 2024. وبالتالي إسرائيل مضطرة أن تستدين أكثر من الأسواق المالية، وبالتالي هي مضطرة أن ترفع الفوائد حتى تجذب هذه المكتتبين للاكتتاب بهذه السندات. هذا سينعكس بطبيعة الحال على المستثمرين، لأنهم بنفس الوقت هم سيحاولون الحصول على الرساميل لإدارة استثماراتهم ولتمويل استثماراتهم، لكن أيضا بنسب وفوائد مرتفعة جدا. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش، شكرا جزيلا لك، شاركتنا المشهد الاقتصادي. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر أكثر من 50% من مرافق المياه بحسب بيانات كشفتها الأقمار الصناعية. معطيات تشير إلى عمق معاناة أهالي غزة مع استهداف مياههم بما يتجاوز حرب التجويع نفسها التي يواصلها الاحتلال. الأطباء يحذرون من مخاطر صحية كبيرة للواقع المائي المتردي، ما يجعل أهل القطاع بخصوصا الأطفال عرضة للأمراض المعدية. بسبب الحرب وبسبب عدم وجود مولدات كهربائية، وبالتالي عدم إمكانية تشغيل محطات الصرف الصحي، وبالتالي هناك يعني تراكم للمياه العادمة في شوارع محافظة رفح، وهذا يلقي بظلاله على الوضع الصحي العام، حيث أنه معروف لدينا كأطباء أن وجود مثل هذه المياه، هذه المياه ملوثة، هذه المياه تحتوي على بكتيريا، تحتوي على طفيليات، تحتوي على أنواع من بويضات الديدان، وبالتالي تؤدي إلى كثير من الأمراض، وهذه تعتبر من ضمن الوسائط التي ينتقل من خلالها المرض من إنسان مصاب إلى إنسان سليم. دكتور صلاح عبد العاطي من القاهرة، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مرحبا بك، تشاركنا هذا المشهد البيئي. يسألك افتتاحا يعني عن الأهداف الإسرائيلية من تدمير مصادر المياه فيما خص هذا المشهد تحديدا. بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. نعم، هناك مجزرة لحقت بالبيئة الفلسطينية وهي جزء من جريمة الإبادة الجماعية. أهداف إسرائيل وكسلطة احتلال حربي هي جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، فلذلك هو يدمر كل سبل الحياة واستخدم سلاح التعطيش كما سلاح التجويع كسياسة ثابتة في ضمن حرب الإبادة الجماعية، مستهدفا ضرب آبار المياه وخزانات المياه والمياه الجوفية، وأيضا مستهدفا منع المدنيين من التزود باحتياجاتهم من المياه الصالحة للشرب. وكما تعلم ويعلم الجميع أن قطاع غزة محاصر للعام 17 على التوالي ما قبل 7 أكتوبر، ولديه أزمة بالمياه. 97% من مياه قطاع غزة غير صالحة وفق المعايير الدولية إلى الشرب، وجاءت الحرب العدوان وحرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر والممتدة للشهر 8 الآن دخلناه بعد 217 يوما من هذا العدوان، لتضيف أعباء جديدة وبالذات للمدنيين وخاصة في قطاع المياه. إسرائيل عملت على تدمير البيئة الفلسطينية عبر ضرب البنية التحتية، تدمير آبار المياه المزودة للناس وخزانات المياه،
وقطع امدادات المياه التي تزود قرابه 30% من سكان قطاع غزه عبر شركه مكورود، لان قطاع غزه ينعم بمصادر مياه ثلاثه هي المياه القادمه من الاحتلال الاسرائيلي والتي تبيعها الى البلديات والتي توزعها بعد خلطها بمياه اخرى حتى تستطيع ان تصل الى الكميه المطلوبه. فاسرائيل تزود قطاع غزه ب 6000 لتر من المياه يوميا وهي غير كافيه، اضافه الى ايضا المصادر الاخرى التي تعتمد على المصادر الجوفيه وهي غير صالحه الان. ومع الحرب العدوانيه الاسرائيليه اضيفت اعباء جديده بسبب ان هذه الابار لا تحمل جراء نقص الوقود، اضافه الى الاسلحه المستخدمه وتاثيرها على الترب الفلسطينيه وعلى شبكه المياه، عدا عن تدمير شبكات المياه ومحطات الصرف الصحي، اضافه الى توقف عمل المحطات تحليه المياه وهي المصدر الثالث، وهي ثلاثه محطات اساسيه عدا عن 125 محطه صغيره يملكها القطاع الخاص، وضربت مع ضرب الشاحنات، واستشهد المئات من المواطنين جراء تكدسهم من اجل الحصول على المياه بعد ضرب هذه المنشآت. اسرائيل تعمل كل جهدها من اجل ضمان بيئه منفره في داخل قطاع غزه غير صالحه للحياه الانسانيه، وبهدف تهجير الفلسطينيين خارج الاراضي الفلسطينيه، وهذا مسعاها الرئيس. طيب دكتور صلاح، يعني هل هناك معالجات ظرفيه او طارئه يمكن الركون اليها في هذه الظروف الاستثنائيه؟ يعني هل الامر ممكن في ظل استمرار هذه الاباده الجماعيه؟ من الصعوبة بمكان، وهناك تعقيدات حقيقية طالما استمر العدوان إصلاح قطاع المياه. هناك آلاف الأمتار من الشبكات المياه التي جرى تدميرها، 70% من شبكات المياه في شمال قطاع غزة ومدينة غزة جرى تدميرها، كذلك مدينة خان يونس. رفح الآن تجتاح، وبالتالي يدمر المصادر الأساسية من المنطقة الشرقية القادمة من عند الاحتلال، إضافة إلى أن العدوان الإسرائيلي يحول دون استخدام المصادر المختلفة للمياه، إضافة إلى ضرب، حتى لك أن تتخيل، ضرب شبكات أو على الأقل محطات الطاقة الشمسية التي هي موجودة في هذه الآبار والمحطات التحلية الصغيرة من أجل ضمان تزويد هذه المحطات بالطاقة اللازمة لتشغيلها. إسرائيل لا تضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن الفلسطينيين بصبرهم وصمودهم استطاعوا أن يوجدوا مجموعة من الحلول بنقل خلايا شمسية إلى آبار زراعية صغيرة، جمع المياه عن طريق ونقلها عن طريق المعربات التي تجرها الحيوانات أو عن طريق بعض الشاحنات التي يتوفر فيها وقود، أو استخدام زيت الطعام من أجل تشغيل هذه العربات، إضافة إلى استخدام طرق مختلفة مثل الوصول إلى مياه البحر رغم تلوثها، بعد أن ضربت إسرائيل أيضا محطات معالجة الصرف الصحي لتضيف أعباء جديدة في تلويث مياه البحر وتلويث المياه الجوفية، وبالتالي هناك كارثة بيئية، إضافة إلى آلاف الأطنان من القمامة التي تنتشر في مناطق قطاع غزة، وعدم صلاحية الأماكن التي نزح لها اللاجئين للاستخدام أو على الأقل وجود شبكة صرف صحي، مما أضاف أعباء جديدة وأدى إلى نضح مياه العادمة إلى الشوارع، وبالتالي هذا ساهم في ارتفاع نسبة الأمراض بشكل كبير. 1,100,000 من الفلسطينيين الآن وفق أرقام منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة يعانون من أمراض السحايا والتهاب الكبد الوبائي وأمراض الإسهال التي تؤدي إلى وفاة عدد من الأطفال والمدنيين، وصعوبة رصد هذه الظواهر بسبب غياب النقاط الطبية وتدمير قطاع الصحة بشكل كبير جدا. يعني دكتور، إذا ما تتفضل به كله كان قبل إقفال معبر رفح، ما هي الحالة اليوم التي سنستتبعها فيما بعد إقفال المعبر؟ نعم، الحالة أكثر كارثية وأكثر صعوبة. إسرائيل بإغلاقها معابر قطاع غزة تضيف أزمات جديدة وتعمق من أزمات القطاع، تضرب بعرض الحائط كل النداءات الدولية الهادفة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة والأمم المتحدة، وكل النداءات التي تقدمها سواء الأمين العام أو المنظمات الدولية وعلى رأسها وكالة الغوث، هي تريد أيضا إخراج هذه الوكالات التي كانت تقدم بعض المياه الصالحة للشرب للأطفال والنساء الحوامل وإلى مراكز الإيواء، وحتى هذه المياه التي في جزء كبير منها غير صالح للاستهلاك الآدمي ولكنها على الأقل توفر مصدر للبقاء للفلسطينيين، هي الآن تقطع هذا الشريان الرئيسي المزود للمساعدات والمزود لبعض الإمكانات البسيطة التي كانت
تشغل هذه الابار والمحطات وبالذات الوقود. فمنع ادخال الوقود ادى الى توقف معظم هذه المنشات الوكالات الدوليه كمنظمه اليونيسف ومنظمه الصحه العالميه وحتى البلديات التي كانت تعتمد على هذا الوقود من اجل تشغيل لساعات محدوده على الاقل 3 ساعات في الاسبوع. قطاع غزه كان ينعم قبل هذا العدوان ب 22 لتر يوميا، هو اقل من الرقم الدولي اللي هو بواقع 100 لتر، في المقابل الاحتلال ينعم ومستوطنين باكثر من 236 لتر في اليوم. الان في ظل الحرب لا ينعم المدنيين الا بواحد لتر، هذا ان توفر وفي الغالب غير صالح للشرب ولا يكفي لاحتياجات المدنيين، ومع موجه الحر التي تضرب اطنابها الان في المنطقه المدنيين يعانون معاناه غايه في الخطوره، اضافه الى نزوح الان الفلسطينيين إلى أماكن أخرى مدمرة لا تتوفر فيها شبكات مياه ولا أيضا بيئة صالحة للحياة، مما يعني مزيد من الأزمات التي ستتراكم في إطار حرب التجويع والتعطيش التي ستفتك بآلاف الفلسطينيين إذا استمرت هذا العدوان وإذا استمرت عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة العدوان الإسرائيلي، كما أن ما تقوم به إسرائيل من ضخ مياه البحر في الأنفاق و أيضا ضرب واستخدام أسلحة محرمة دوليا في التربة سيترك آثار خطيرة على تلوث الهواء وعلى تلوث البيئة، ولأجيال قادمة سيكون الفلسطينيين يعني أمام أمراض متعددة جراء هذا التلوث الخطير في مصدر أساسي للحياة وهو المياه والتربة، عدا عن أيضا أثره على البيئة الزراعية لاحقا مما سيضر في قدرة البيئة الزراعية وبالتالي في المجتمع الفلسطيني ككل وفئاته في داخل القطاع. شكرا لك دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، شاركتنا المشهد البيئي من القاهرة. نحن بدورنا مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد اكتملت المشاهدية لهذه الليلة، إلى اللقاء.